مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ان. اليوم شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء إشراف على أعمال مجلس الوزراء على ضرورة معرفة مال القروض الخارجية التي جاءت إلى تونس والتي لا أثر لها في الواقع، وقال أين ذهبت أموال الشعب التونسي، لا بد من القيام بجرد كامل لكل هذه الأموال وتحديد مصيرها، رغم أنني أعلم أن بعضها ذهب إلى خارج تونس وسيتحمل كل واحد مسؤوليته. وتابع قيس سعيد النصوص القانونية كثيرة، ولكن كلما ازداد نص ازداد معه لص، ولا شيء تحقق على الوجه المطلوب. وأضاف قيس سعيد: أطلب من القضاة أن لا يترددوا في تطبيق القانون على الجميع، ولا وجود لحصان يختفي خلفها البعض، يجب تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها. كما كنت تسمع ذي كانت رسالة رئيس الجمهورية، لازم تطهير البلاد من السراق والفساد، بتبيع السياسيين الخونة اللي نهبوها البلاد وسرقوها وبركوها. حسي الذي كانت رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد. ما تنسوش تعطوني رأيكم على الكلام اللي قاعد يقول فيه زعم رئيس الجمهورية، تدابير استثنائية اللي قاعد يقوم بها غالطة ولا مش غالطة. وهاك نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.